الدرك الملكي ولا من ناحيه المصلحه البيطريه للمكتب الوطني للسلامه الصحيه اللي هما حاليا كياخذوا الترتيبات اللازمه من اجل اتخاذ المتعين في هذا الامر. اذا كيف ما كتشوفوا حاليا كاينه السياره اللي هي كينتظروا باش غادا تنقل هذيك المحجوزات. السيارة جماعية من بعد الحضور ديال المكتب الصحي ديال الشرطة الإدارية ديال جماعة الشلالات، وكيف ما كتشوفوا راه كلشي كيترقب وفي انتظار المزيد من المعلومات غندليو لكم تصريح آخر إن شاء الله. تم تتبع ديالهم ربا قال لي بالنسبة للشاحنة، الشاحنة هو أنه البداية بدأت بعدم الامتثال ديال سائق الشاحنة التعليمات الدرك الملكي بالوقوف في الطريق الوطني الرقم 1، وهذاك تتبع عدم الوقوف استدعى الدرك الملكي لتتبع الشاحنه اللي توقفت امام هذا المنزل. هذا المنزل اللي تبين انه كيقوم بالتهيئ ديال الاطعمه اللي كيقوم بالترويج ديالها في بعض المناطق هنا القريبه لجماعه الشلالات. اذا بالنسبه للشاحنه وما تم تواجده بها هو انه بعض الرؤوس اللي هي جايه من مصدره معتمده، وحسب ما يتداول ان السائق ديال الشاحنه بعد ما اقتنى من عند هذا السيد مول هذا المحل هذا بعد ما اقتنى من عندهم هذيك الرؤوس طلب منهم باش يوصلوها ليه بحكم ان الشاحنه مرخصه وتتوفر على اعتماد لنقل اللحوم، الا ان الخطا اللي ارتكب هذا السائق هو انه جاب هذه اللحوم هنايا جابها ولا هذه الرؤوس جابها لواحد المحل اللي هو عباره عن منزل اللي ما كانش خصو يجيبها ليه، وهذا خطا ارتكبه السائق اللي هو مستخدم عند صاحب الشاحنه. اذا ما غنحملوش مسؤوليه لصاحب الشاحنه، غنحملو مسؤوليه للسائق اللي ارتكب الخطا. اذا هنا كاين واحد كنا في قضيه ولينا في قضيتين، من عدم الامتثال الى الضابطه القضائيه اللي قامت بالتوقيف ديال الشاحنه اثناء السد القضائي وتم الفرار ديال السائق لهذه المنطقه. اليوم كانت واجدوا بالصدف امام حاله اخرى وهي اعداد اطعمه خارج الاطار القانوني ديالها. اذا ما دمنا كنهضروا راه كتعرفوا المطاعم باش تبيع الماكولات خاصها توجد بواحد الظروف صحيه ملائمه. هنا 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 بواحد الاشاره بغيت هنا 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 بغيت نمشي هنا 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 لا لا أنا دويت دويت لا ماشي ماشي مشكلة. إذا هاد المحل هذا اللي كتشوف هاد المحل اللي كتشوفوا فيه هنا هو كيهيئ الأطعمة وكيبيعها في العربات المتجولة. هذه هي النقطة اللي بغيت نقول هو أنه ما دامت ولات عندنا إطار قانوني باش نشتغلوا، إذا بحال هاد المحلات ما خصهمش يبقاو، خصهم ينعدموا وخصنا ندوزوا في إطار التعاونيات وندوزوا في إطار الجمعيات ديال النسويه التقنين ديال العمل باش نقوموا بالعمل العنيف داخل الكراجات ولا داخل المحلات اللي هي كتوفر على الشروط. ما غنبقاوش نبيعوا هذا الشيء داخل عربات متنقله ونعطيو للناس نقولوا لهم الناس كتدعيها ظروف اللي البحث عن الارخص، ولكن الارخص الثمن ديالو كيكون شويه عاد غالي في الصحه ديالنا. اذا هاد الحالة اليوم ما خصهاش تبقى تكرر، خاصها تكون درس للإخوة اللي وعبرة للإخوة اللي كيقتنيوا من عند العربات المتنقلة. ماشي كلشي راه كاين حنا ما كنظلموا حتى شي واحد، راه كاين ناس اللي هما عندهم عربات وكيحافظوا على المعايير وكتلقاهم بلي طابلي بيضين، كتلقاهم بقبعات، كتلقاهم كيوجدوا المواصفات ولو في ديك العربه المتواضعه. اذا هنا كنقولوا لهاد الناس الله يجازيكم بخير، لا من ناحيه النقالين احترموا الظروف ما بقاوش ينقلوا
المنتجات الغذائيه او المنتجات المستخرجه من اللحوم ولا مشتقات اللحوم وينقلوها لاماكن بحال هادو. اذا خاصهم حتى هما يحترموا هذا سميتو. ما على بنادم الا غادي. شكرا اخويا.